أهلا بكم مشاهدي الجزائر الدولية لعدد جديد من حديث الجزائر. غادر الأحد الوفد المفاوض عن حركة حماس الفلسطينية العاصمة المصرية القاهرة بعد أن سلم الوفد للوسطاء رد الحركة بعد نقاشات وصفتها بالمعمقة والجادة، وسط توقعات بالعودة إلى طاولة المفاوضات بحر هذا الأسبوع بعد إجراء مشاورات مع قيادة الحركة. موازاة مع ذلك، اختتمت اليوم الأحد قمة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها 15 في مدينة بانجول الغامبية، حيث اعتمد البيان الختامي للقمة وتمت المصادقة على قرار بشأن القضية الفلسطينية. ورحب قادة الدول الإسلامية بانعقاد الاجتماع التشاوري الذي جمع بتونس يوم 22 أبريل الماضي كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيرها التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. كل هذه الزوايا سنتطرق إليها بعد أو في عدد الليلة من حديث الجزائر رفقة ضيوف البرنامج بعد الفاصل. إذن أرحب بالأستاذ أنيس أبو قيدر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ أنيس، مرحبا. تحية طيبة لك سيدي، أهلا بضيوفك بمشاهدينا الكرام. وأيضا بالأستاذ رابح العروسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ رابح. أهلا وسهلا وتحية لك وللمشاهدين الكرام. مرحبا بك أستاذ رابح. وإذا أبدأ معك أستاذ أنيس، المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حركة حماس والوفد وفد الكيان الصهيوني وصلت إلى طريق مسدود في ظل تمسك الطرفين بشروطهما، كيف تعتقد سيكون السيناريو المقبل؟ في الحقيقة أعتقد أن الطرف الذي يعرقل المسار السليم للمفاوضات هو الكيان الصهيوني، لأنه تصور الكيان الصهيوني ليوم ما بعد الحرب إن صح التعبير هو تصور مبني على مصلحة صهيونية، مصلحة إسرائيلية خاصة، إذا دون مراعاة الجانب الآخر. فإذا نظرنا ربما للتصور الصهيوني والذي ربما تقره أيضا معاهد البحوث الاستراتيجية في الكيان الصهيوني والخبراء الاستراتيجيون في الكيان الصهيوني، كلهم يجمعون على حتى على ضرورة يعني حتى إن تم فيه وقف إطلاق النار فإنهم قد لن يتقيدوا بها، وبالتالي سوف يواصلون مسعاهم للقضاء على المقاومة في القطاع، بالإضافة إلى تحييد كل ما يموت بصلة المقاومة في يوم ما بعد الحرب إن صح التعبير، بالإضافة إلى أهم شيء والذي اتفق عليه الخبراء الصهيونيون، حتى الخبراء الذين يحللون السياسات الصهيونية اتفقوا على شيء واحد، وأنه الكيان الصهيوني لا يريد أن يلتزم بأي التزام، لأنهم هم يعتقدون أنه حتى ولو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار فسوف تحت الضرورة بحسبهم سوف ينقضون هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أيضا إلى عملية إطلاق الأسرى. حسبهم أن عملية إطلاق الأسرى تكون مشروطة، حتى الأسرى الذين قد يمكن أن يطلقوا سراحهم هم عرضة للاعتقال مجددا. وأما بالنسبة للأسرى المتعلقون بقيادات حركات المقاومة فسوف يتم مقايضتهم عن طريق مقايضات استراتيجية. طيب أستاذ أنيس، إذن يلتحق بنا عبر سكايب الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ واصف عريقات. أهلا بكم أستاذ. حياتي. مرحبا بك أستاذ واصف عريقات. إذن بداية يمكن اعتبار أن اليوم كان حافلا بالأحداث على عدة مستويات، مفاوضات في القاهرة وبسالة المقاومة في الميدان وتواصل جرائم الكيان ضد الأبرياء. حركة المقاومة أكدت حرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وينهي هذا العدوان الصهيوني بشكل كامل ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين أيضا وتكثيف الإغاثة وبدء الإعمار وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، وهي الشروط التي يتعنت الكيان الصهيوني في رفضها. أستاذ واصف، جلسة اليوم من المفاوضات انتهت دون نتائج، هل تعتقدون أن الاحتلال سيرضخ لمطالب المقاومة ويعلن قبول الشروط خلال جلسة الثلاثاء المقبل، خاصة في ظل الضغط الدولي لوقف هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة؟
يعني أعتقد أنه أوراق الضغط عند نتنياهو وعند الحكومة الإسرائيلية أصبحت شبه معدومة حقيقة، وخاصة أنهم راهنوا كثيرا على أن يحقق الجيش الإسرائيلي إنجازات في الميدان العسكري. وطبعا حتى الآن ونحن نتحدث عن مرور 212 يوم، ماذا يقول مجلس الحرب الصهيوني اليوم؟ وقبل أكثر من أسبوعين تقريبا كان لهم اجتماع واعترفوا وأقروا بأنه وصلوا الحرب وصلت إلى طريق مسدود. نعم. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه الجيش الإسرائيلي لم يعد هناك رهان عليه أن يحقق إنجازات عسكرية حتى يتم الضغط على المقاومة الفلسطينية. وحتى لو الآن هم يهددون برفح بأنهم سيجتاحون رفح. نعم. حتى لو اجتاحوا رفح، والسؤال الكبير الذي يوجه لنتنياهو حتى من مجلس الحرب نفسه، ماذا لو فشلوا في رفح كما فشلوا في خان يونس وكما فشلوا في غزة وكما فشلوا في الشمال؟ ونحن نتحدث عن جيش الآن مفكك، جيش منهك، جيش معنويات جنوده في الحضيض، جيش كفاءته القتالية مقابل المقاومة الفلسطينية لا تذكر، والميدان يشهد للمقاومين الفلسطينيين. وحتى أستاذ نعم حتى أستاذ واصف قادة الكيان قالوا بأنه بأن جيش الكيان وصل أو بأن جيشهم وصل إلى طريق مسدود في هذه الحرب. هذا يعني بما أنهم وصلوا إلى طريق مسدود، إذن الطريق السالك أمامهم هو أن يرضخوا هي ليست شروط، هي حقيقة هي مطالب، هي مطالب محقه. يعني هل يعقل بعد 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، وبعد تدمير بنية تحتية، وبعد مليون ونص فلسطيني يعيشون في الهواء دون ماء دون غذاء دون كهرباء في حد أدنى من مقومات الحياة، هل معقول أن توافق المقاومة الفلسطينية لنتنياهو أن يأخذ ما يريد ويعود إلى ما يريد، بمعنى إلى حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي؟ نعم. وهذا غير معقول. فبالتالي الثمن، ثمن دماء الشهداء، أنا أعتقد أنه يعني لابد من أن تتوقف هذه المجازر، حرب الإبادة الجماعية، وأن يكون مقابل هذا الدم الغالي للفلسطينيين هو الانعتاق من الاحتلال وإنهاء غطرسة الاحتلال والحرية، الحرية لفلسطين كما ترفع الشعارات الآن في العالم كله، حتى في البيت الأبيض. نعم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقولون فلسطين حرة، ويتحدثون عن الإبادة الجماعية الآن تنسب للجيش الإسرائيلي وللكيان الصهيوني. وهذا بأن يدل بأن وفد المقاومة يفاوض من موقع قوة. بالتأكيد. يعني أوراق الضغط عند المقاومة الفلسطينية أكبر بكثير من أوراق الضغط عند نتنياهو وعند الجيش الإسرائيلي. وأكبر دليل على ذلك اليوم قبل قليل كان هناك رسائل بالنار من المقاومة الفلسطينية باتجاه معبر كرم أبو سالم. قصفت الحشود الإسرائيلية التي تعد نفسها لاجتياح رفح، وكأن المقاومة الفلسطينية تقول للجيش الإسرائيلي وللقيادة الإسرائيلية أنتم تهددوننا باجتياح رفح، تفضلوا نحن موجودين في رفح وفي كل مكان في قطاع غزة. فبالتالي أنا بتقديري نتنياهو يعني والتفكك الحاصل الآن في تحالفاته والخلافات ما بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي، هذه عوامل ضغط على نتنياهو، ولا بد لنتنياهو أن يخضع، وخاصة أنه بدأت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشوارع. نعم. تنادي باستقالة نتنياهو. طيب أستاذ واصف، ضغط رهيب على حكومة الكيان وتباين في وجهات النظر إلى من ستؤول الغلبة، لنتنياهو المصمم على الإجرام أم لمعارضيها الباحثين عن مخرج أزمة الأسرى؟ لا، هو سينصاع لما يستطيع تنفيذه. هناك رغبات، صحيح عند نتنياهو رغبة أن يطيل أمد القتال، عند بن غفير وسموتريش عندهم رغبة أن يجتاحوا رفح وأن يهجروا كل الشعب الفلسطيني الموجود، يعني 1,600,000 الموجودين في رفح
أن لا يعودوا إلى منازلهم ولا يبقوا في غزة، أن يخرجوا خارج قطاع غزة باتجاه سيناء. هذه رغبة، ولكن هذه الرغبة هل يمكن تحقيقها؟ هناك فرق ما بين رغباتهم وقدرتهم على التنفيذ. يعني حينما نتحدث عن وزير الحرب جالنت ورئيس هيئة الأركان هاليفي، هؤلاء الاثنين يعرفون تمام المعرفة قدرات الجيش الإسرائيلي في الميدان، وأضف لهم أيضا أعضاء مجلس الحرب غانتس وأيزنكوت، وكلهم يعني كانوا ضباط ميدانيين ويعرفون تماما بأن قدرات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى حد لا يمكن لهذا الجيش الإسرائيلي مهما طال أمد وجوده في قطاع غزة أنه لن يحقق إنجازات كما يريدها نتنياهو أو كما يريدها بن غفير وسموتريش. هم يعرفون أيضا أن صحيح سيكون هناك مزيد من الإبادة الجماعية، مزيد من الدماء الفلسطينية، سيكون هناك كوارث على الفلسطينيين، ولكن بالمقابل ستكون أيضا الخسائر الإسرائيلية كبيرة جدا، لا يمكن لنتنياهو ولا بن غفير وسموتريش أن يتحملوها. طيب، في الوقت الذي يهدد فيه نتنياهو بالتصعيد واجتياح رفح، المقاومة ترد برشقة صاروخية دكت بها كتائب القسام مقر قيادة العدو وتحشدات داخل موقع كرم أبو سالم العسكري كما تحدثتم قبل قليل أستاذ واصف. هل هي رسالة تحدي من المقاومة ومقدمة لتنفيذ الوعيد، خاصة أن الكيان الصهيوني ادعى تدمير كل المنصات؟ يعني أولا هي رسائل وليست رسالة حقيقة. الرسالة الأولى أن هذا الهدف يعني تم تنفيذه بقرار من أعلى مستوى. هذا المستوى من اتخاذ القرار أنا بتقديري هو مطل على كل المعلومات التي تدور سواء كان في الميدان العسكري أو في الميدان المفاوضات، وهو يعرف أدق التفاصيل، يعرف ما له وما عليه، ماذا يستطيع أن يفعل وماذا لا يستطيع أن يفعل. فبالتالي أنا وتخصصي مدفعية وصواريخ، لو جاءني هذا الأمر في الميدان أعرف تماما أن الذي اتخذ القرار هو على قدر من المسؤولية، وأنه يعرف أن حجم المقاومة الفلسطينية يتيح لها المجال أن تأخذ مثل هذا القرار، وهو يحمل في طياته رسائل متعددة. الرسالة الأولى هي رسالة تحدي للجيش الإسرائيلي وللقيادة الإسرائيلية ولنتنياهو تحديدا الذي يتشدق ويهدد باجتياح رفح. الرسالة الثانية تقول بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت موجودة وقوية وقادرة، وأن الصواريخ التي انطلقت وهي من نوع رجوم، يعني راجمة صواريخ تصنع داخل فلسطين المحتلة وداخل قطاع غزة، وهذا له معنى كبير أن يصنع السلاح وبعد مرور 212 يوم، وخاصة أن غزة محاصرة برا وبحرا وجوا، وهناك أكثر من 80,000 جندي إسرائيلي الآن في داخل قطاع غزة، ومع كل ذلك تنطلق هذه الصواريخ. ومن أين؟ من المناطق التي يعني يعتبرها الجيش الإسرائيلي أنها بقعة مؤمنة له، لأنها في يعني هناك حشودات عسكرية، دبابات، جرافات، آليات، وهناك طائرات، وهناك مسيرات تحميهم، ومع كل ذلك تنطلق هذه الصواريخ وتصيب أهدافها وتوقع خسائر، وقد اعترفوا بها. الرسالة الأهم هي للجبهة الداخلية الإسرائيلية اللي تقول لهم أن جيشكم يكذب عليكم وأنه لا يستطيع أن يحمي نفسه، ليس فقط داخل قطاع غزة وإنما أيضا في غلاف قطاع غزة. فبالتالي لا تعولوا على هذا الجيش، لن يؤمن لكم لا الأمن ولا استقرار، وتحديدا للمستوطنين أنه لن يكون عودة لكم في المدى المنظور. ورسالة الأهم هي للجبهة الداخلية الفلسطينية اللي تقول للشعب الفلسطيني المكلوم الذي تحمل ما لم تتحمل الجبال من العذاب، من الألم، من الدماء، من الدموع، لتقول له أن مقاومتكم لا زالت بخير، وراهنوا عليها بأنها ستنهي غطرسة الاحتلال الإسرائيلي. نعم أستاذ واصف، سؤال أخير فقط. عندما تحدث عن الثقة، ربما المقاومة الفلسطينية لا تثق في قادة هذا الكيان وفي الكيان ككل، ربما ما هي أو ما يضمن أن لا يعود هذا الكيان بعد ربما الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانتهاء هذه الأزمة وهذا العدوان في ظرفية معينة؟ ما الذي يضمن أن لا يعود هذا العدو الصهيوني للإبادة أو في قطاع غزة بعد ذلك؟ يعني أعتقد هو الضمان هو الله عز وجل.
والاتكال على الله في كل شيء دائما. ولكن أنا بتقديري إسرائيل إذا ما ذهبت إلى وقف إطلاق النار ستكون قد عدت إلى العشرة ووصلت إلى قناعة بأن هذا الشعب العظيم لن يهزم، نعم، ولن تنكسر إرادته، وهذه المقاومة الفلسطينية ستبقى موجودة وقوية وقادرة، وأن ثقافة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم يركع ولم يتوقف نضاله طيلة 76 عاما آن الأوان أن يصل إلى مرحلة من إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني والرضوخ لمطالب الفلسطينيين، وأن هزيمة الجيش الإسرائيلي، هزيمة الشعب الفلسطيني وهزيمة المقاومة الفلسطينية غير واردة، نعم، وأن هزيمة الجيش الإسرائيلي أصبحت موجودة. وكما قال بن غوريون لضباطه حينما يعني أعلن عن الكيان الصهيوني إلى متى يدوم الكيان الصهيوني، قال حتى يهزم الجيش الإسرائيلي في أول مرة. وأنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي هزم يوم 17 وما زال مهزوما حتى الآن، ما دامت هناك مقاومة فلسطينية وما دام هناك شعب فلسطيني يتحمل ويضحي ويعطي ويحتسب عند الله ويحتضن المقاومة الفلسطينية. الأستاذ واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لكم. أهلا. سيدي الكريم، كنتم معنا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا. أهلا بك، تحياتي. أمر إليك أستاذ رابح الآن. كلام كثير قاله الأستاذ واصف عريقات عن الوضع وعن مجرى المفاوضات ما بين المقاومة الفلسطينية والوفد المفاوض من جانب الكيان الصهيوني. في ظل هذا الانسداد بين الطرفين أستاذ رابح، حركة حماس تتهم الكيان بعرقلة جميع المساعي للوصول إلى هدنة، وهذا بسبب أن نتنياهو لا يريد إيقاف العدوان ولكنه يريد تحقيق مكاسب على جثث ودماء الفلسطينيين. تعليقكم أستاذ. نعم، هو صحيح اليوم لما نتبع السيناريوهات وحتى الكرونولوجيا التي اليوم شهدنا فصلا منها، وهي العودة الوفود إلى يعني الدوحة وحتى وصول يعني قيادي من CIA الأمريكية إلى الدوحة، ما تعلق بالنظر في ردود رد الفعل أو استشارات أو إيجاد مشاورات حول ما تعلق بالمفاوضات الجارية في القاهرة. أعتقد اليوم كل المؤشرات تدل أن هناك فشل ذريع وصل إليه كيان الصهيوني. ونتنياهو اليوم لما نجد أنه غالانت يقول أنه بعد التقارير تقول أنه اقترح على نتنياهو القبول بالصفقة لأنها تاريخية، وخاصة في وجود ضغط كبير من أهالي المختطفين أو الأسرى الموجودين لدى المقاومة. وبالتالي الآن نتنياهو أمام الضغط الداخلي من الداخل الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي، من العائلات من جهة، أيضا المكانة أو العزلة التي أصبح يعيشها الكيان الصهيوني من جهة في مستوى العالم، وأيضا توقيف إمدادات الأسلحة الأمريكية في يعني الآن هناك توقف لوقف لوصول بعض الشحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وبالتالي كلها تعتبر شبه يعني أنها عزلة جديدة وضغط جديد على الكيان الصهيوني، وهذا من نتاج ضغط الشعوب على قادتها. نعم، الشعوب على الدول الحليفة. لا ننسى اليوم الحراك الموجود في الحرم الجامعي، نعم، في كبريات الدول الغربية وسما في أمريكا، وكلها تعتبر الضغوط القوية جدا اليوم. وقلنا من هذا المنبر الأخ رمزي أنه اليوم الضغط يجب أن يكون من طرف الرأي العام الدولي والشعوب على الحكومات، نعم. واليوم الموقف الأمريكي وحكومة بايدن نلحظ هذا التغيير الكبير الذي ما رده أنه يضغط على نتنياهو للقبول بالصفقة، لأنه اليوم نتنياهو فعلا أنه هو يقول أنه لو نقبل بشروط المقاومة بشروط حماس فهذا يعني هو فشل ذريع لإسرائيل، وهذه الحقيقة التي لا يريد أن يتقبلها. صحيح. ولو أنه في قرار نفسه هو يد أنه انهزم وفشل، وخاصة أن الميدان أثبت الواقع، نتنياهو لم يجتث المقاومة من الجذور، لم يقضي على المقاومة، لم يحرر أي أسير من خلال التواجد والدخول العسكري، وبالتالي كل أهداف التي وضعها نتنياهو في هذا العدوان لم يحقق أي شيء منها، وبالتالي اكتملت كل أركان أن اليوم ليس له خيارات أخرى إلا أنه القبول بهذه الصفقة، لأنها ممكن ستنقذ ما تبقى من يعني ممكن نقوله كمسار سياسي لنتنياهو ومن معه من شركاء في حكومة الحرب. وهو
يدري بأن مساره السياسي قد انتهى. نعم، ويدري بأن مصيره هو سجن لا محالة في ظل كل ما يقوم به من جرائم ومجازر ضد المدنيين العزل في فلسطين. أستاذ أنيس، بنيامين نتنياهو هذا المجرم يقول بأنه لن يستسلم لحركة حماس ولا يمكنها قبول شروط الحركة التي تصر خصوصا على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. الكيان فهم بأنه منهزم في كل الحالات، لهذا يواصل في حرب الإبادة، أليس كذلك أستاذ أنيس؟ في الحقيقة ما تفضلت به هو لب الموضوع، لأنه فيه في الحقيقة في الكيان الصهيوني مقاربتين متصارعتين في هذه الأثناء، في هذه الأيام. فيه المقاربة المؤسساتية المرتكزة على الدولة، رأي الدولة بصفة عامة، وفي مقاربة شخصية صانع القرار المتمثلة في نتنياهو التي ربما الآن تميل إليها الكفة إن صح التعبير، لأنه لا زال متحكما في زمام الأمور. لكن ما يمكن القول فيه أنه ما يمكن أن يفصل الفيصل هو الآن هو الميدان. الكيان الصهيوني انهزم على أرض الميدان، وكنا نقولها منذ الأسبوع الأول للعدوان، كنا نقول أنه الكيان الصهيوني قد سقط في شراك الحرب اللاتماثلية، وما والانعكاسات التي يمكن أن تنجر عنها هذه الحرب اللاتماثلية التي لم يغنم منها الكيان الصهيوني المكاسب الاستراتيجية التي دخل من أجلها، لأنه كما يعلم العديد وكما يعلم الباحثين والمختصين وحتى المتتبعون، نعم، أن لكل حرب هو هدف سياسي، والهدف السياسي هو روح الحرب، لأنه إذا غاب الهدف السياسي وإذا عجزنا عن تحقيق الهدف السياسي لم يعد للحرب من معنى. الحقيقة أنه الهدف السياسي والهدف الاستراتيجي للحرب الصهيونية على قطاع غزة لم يتحقق على أرض الواقع دون 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 اللجوء إلى تعديد هذه الأهداف وسرد هذه الأهداف في مقدمتها القضاء على المقاومة بكل أشكالها وتحرير الأسرى بدون مفاوضات وبدون مساومات. وبالتالي الآن سوف يفرض المنطق الصحيح نفسه بقوة، وهو أنه الهزيمة في الميدان سوف تتلوها هزيمة في المفاوضات، والجميع يعلم أن المفاوضات على الطاولة هو ترجمة لما كان يحدث في الميدان. الكيان الصهيوني ربما الزخم الوحيد الذي أحدثه هو موجة التقتيل، هذه موجة التقتيل التي قد لعبت ضده لاحقا، لأنه ألبت عليه مجتمع الرأي العام العالمي، وآخر الأحداث هي تلك المظاهرات التي كانت تحدث في الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الآن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تشك، كما قال الضيف في السابق، أصبحت تشك في هذا الجيش الذي عولت عليه. والآن الكيان الصهيوني من سيء إلى أسوأ، وربما سوف يلجأ إلى حفظ ماء الوجه كما تفضل وقال الأستاذ. نعم أستاذ رابح، رغم كل جهود الوساطة الدولية، نتنياهو يهدد بشن هجوم على مدينة رفح المكتظة جنوبي قطاع غزة، كيف نفهم هذا السلوك؟ أو ماذا سيجد في رفح إلا ربما الكثير من النازحين الذين هربوا من هول التدمير والتقتيل الصهيوني؟ لأنه أخ رمزي، السردية اليهودية الصهيونية تقول أنه اليوم عناصر المقاومة موجودين في رفح، كأنه أنه عناصر المقاومة ينسحب من الشمال من الوسط ومن خان يونس وصول إلى رفح، كأنه في منطقة أنه سيجري شبه حصار أو عزلة يعزل المقاومة وعناصرها في مدينة رفح ويقضي على المقاومة، ومن خلالها يقضي على الفلسطينيين من خلال تهجيرهم نحو سيناء. لكن أعتقد اليوم ما وقع من خلال الميدان، ولاحظنا كم من مرة عودة نشاط المقاومة في وسط غزة في شمال غزة، وهذا يؤكد أنه فعلا المقاومة تواجدة في قطاع غزة وفي مناطق مختلفة، بدأ أنه اليوم معبر كرم بو سالم يتم استهدافه، وهذا يؤكد أنه اليوم أن المقاومة مستعدة لأي سيناريو. وفي المقابل أيضا نتنياهو أنه ليس له خيارات كثيرة، أعتقد خيار الوحيد وهو الانتحار بالذهاب إلى رفح، لأنه يدري يقينا أن اليوم لو يقوم بقبول شروط شروط المقاومة من خلال المفاوضات فهو يعني قضى على نفسه من خلال مستقبله السياسي وذهابه إلى المحاكم ومحاسبته، لأنه اليوم الضغط الداخلي والشعب داخل إسرائيل يحملون مسؤولية كاملة لنتنياهو وحكومته، لأنه لماذا منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا أكثر من 7 أشهر يعني من هذا العدوان ولم يحقق أي نتيجة وأي هدف وأي انتصار يعني يشفع له من أجل القضاء على المقاومة، لأنه يقول نتنياهو قال قبل قليل أنه لما يقبلوا بشروط المقاومة هذا يعني أنه عودة حماس من جديد ويعاد بنيتها وهكذا وهكذا.
لكن نعم. أعتقد هذا الأمر هو الواقع والحقيقة ولا يمكن أي أحد أن ينكره، لأن المقاومة هي من صلب الشعب الفلسطيني، وفي المقابل وأيضا يريد معاقبة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأنه شعب صامد ومتمسك بالمقاومة. وقلنا أيضا آخر من هذا المنبر كم من مرة أنه الشعب الفلسطيني وعزته وصموده هذا من زاد أيضا من أموريته ومن نشاط المقاومة، إن الأمر يتعلق بمسألتين من جهتين، المقاومة في المقابل لا يمكن لأنها تضحي بكل ما وقع من خسائر بشرية بالدرجة الأولى من أرواح شهداء فلسطين، وأيضا من ما وقع وما لحق من تدمير كامل للبنى التحتية في قطاع غزة، نعم. وتسمح للكيان الصهيوني بالدخول هكذا، وبالتالي هذا الأمر مستحيل أن المقاومة الفلسطينية ترجع لنقطة الصفر. أعتقد المكاسب التي حققتها المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر وإلى اليوم هي يجب أن تتمسك بها حتى تحقق نصرا كبيرا، وأعتقد اليوم الدائرة تضيق يوما بعد يوم، نعم. على حكومة نتنياهو للقبول بالصفقة. قد نقول أنه ممكن سينخرط في إطار متعلق بالمراحل التدريجية، لأنه قالوا أنه ممكن إذا ذهبوا في هذه الصفقة ستكون على مراحل وإطلاق النار مؤقتا ثم إطلاق الأسرى وغيرها، لكن أهم في كل هذا أنه الذهاب إلى القبول بشروط المقاومة. وقالها قبل قليل أيضا يعني رئيس مكتب السياسي لحركة حماس، نعم. إسماعيل هنية، لا يمكن أن نضحي يعني بكل من المكاسب والنقاط الإيجابية في حق الشعب الفلسطيني، وخاصة أن الرأي العام الدولي اليوم زاد من مأمورية ومن من مكان القضية الفلسطينية. اليوم كل العالم يتكلم على قضية فلسطينية واللي في مرحلة سابقة كنا لا نتحدث عليها كثيرا. نعم. نعم. أستاذ رمح، قلت قبل قليل أن الدائرة تضيق وتزداد ضيقا على هذا المحتل وهذا الكيان الصهيوني، وتتوسع أكثر على المقاومة الفلسطينية. أستاذ أنيس، مكاسب كثيرة تحدثنا عنها منذ 7 أكتوبر الماضي ومنذ بداية عدوان أو منذ هذا بداية هذا العدوان ضد الشعب الأعزل في فلسطين وفي قطاع غزة، واليوم كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم. جهوزية المقاومة، جهوزية أو التحكم في التكتيكات العسكرية لحد الآن بعد 7 أشهر وما يزيد من هذا العدوان الصهيوني، ما هو دليل أو ما يدل ذلك على جهوزية المقاومة؟ يدل أيضا على قوتها وصمودها أكثر من هذا سيدي. وأنت تتحدث عن جهوزية المقاومة التي سوف نسرد يعني معايير أو مظاهر جهوزية المقاومة على أرض الميدان، في المقابل فيه تخبط للكيان الصهيوني، نعم. لأنه كما تفضلت وقلت أنه جهوزية المقاومة يمكن أن نستعرض كرونولوجيا الأحداث منذ بداية منذ طوفان الأقصى، نعم. الجاهزية التي أبان عليها هجمات والتنسيق، ذلك التنسيق عالي المستوى في مسارح العمليات أثناء طوفان الأقصى، قد بين شيء وهو أنه هذه العملية كانت عملية مدروسة بامتياز تكتيكيا عملياتيا واستراتيجيا على المستوى الأعلى، ثم لحقها استعداد للرد الذي يمكن أن يتقابل به المقاومة من هذا الكيان العدواني، وبالتالي هذه الجاهزية التي بدأت من هنا. في المقابل الكيان الصهيوني فوجئ بضربة وكانت المبادئ أو المفاجأة في الحرب، عامل المبادئ أو المفاجأة في الحرب لصالح المقاومة، نعم. وبالتالي منذ بداية هذه الحرب الطرف الذي كان مستعدا والطرف الذي كان مدركا لأهدافه السياسية والاستراتيجية على أرض المعركة كان متمثلا في المقاومة، أما الطرف ولأول مرة ربما منذ عقود الطرف الذي ينتهج سياسة رد الفعل كان الكيان الصهيوني، نعم. والمعروف أن الطرف الذي ينتهي سياسة رد الفعل قد أخطأ البوصلة وقد يخطئ البوصلة وربما قد يخطئ حتى يعني لم يكن لديه الوقت حتى لتحقيق أهدافه أهدافه السياسية والاستراتيجية من هذا الحرب، حتى أنه في الأيام الأولى بعد طوفان الأقصى كان فيه تردد كبير حول إمكانية اجتياح القطاع عسكريا، نفس التردد الذي نلاحظه الآن حول اجتياح معبر رفح. الآن هذا الكيان يعيش في خانة ردة الفعل ولا يعرف ماذا يفعل. الآن هذا الكيان والأدهى والأمر أنه قد هزم في كل مسارح نكتفي بهذا أستاذ أنيس. إذن مشاهدينا نمر إلى فاصل ونواصل بعد ذلك حديث الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن أمر إليك أستاذ رابح،
أشاد رؤساء دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي بالجهود الجزائرية المبذولة في مجلس الأمن من أجل وقف الاعتداءات الإجرامية المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وما أسفر على اعتماد قرار مجلس الأمن 2728 الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار. كيف نقرأ هذا؟ نعم، اليوم في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي أعتقد هي محطة أخرى أيضا للتأكيد على المواقف في الجزائر، وخاصة أن الجزائر اليوم تبوأ مكانة لا بأس بها داخل مجلس الأمن كعضوية غير دائمة. وننسى أن الجزائر لما وصلت إلى هذا المقعد يعني حظيت بدعم كبير أكثر من 180 دولة، يعني الأمم المتحدة من دول تمثلت الجسم الإفريقي، الجسم العربي، الجسم الإسلامي، وحتى من دول آسيا تدعم الجزائر في عضوية هذه الدائرة الدائمة من أجل المرافعة على قضايا كثيرة وعلى أسر القضايا العادلة قضية فلسطينية. أعتقد الجزائر منذ مطلع جونفي، منذ دخولها إلى مجلس الأمن الدولي كعضو دائم، أعتقد أدخلت مجلس الأمن في ديناميكية جديدة وحد أيضا أحيانا، خاصة الملف الذي يعني أصبح هو الذي يتصدر المشهد، وخاصة منذ طوفان الأقصى. أعتقد ممكن أنها رب ضارة نافعة، حتى أن الجزائر ممكن أنها استغلت الآن موقعها من في مجلس الأمن، أيضا الظرف الدولي وما لحق به ما تعلق بالمواقف الدولية إذا قضية فلسطينية. أعتقد الجزائر رمت بكل ثقلها من خلال البعثة الدبلوماسية في مجلس الأمن والمرافعة القوية، ورأينا كم من مرة الكلمات القوية والحادة أحيانا التي تشجب وتحمل مسؤولية كاملة للمجتمع الدولي، وعلى أسها الدول الدائمة العضوية، وعلى أسها الدول التي كانت ترفع حق الفيتو من أجل وقف إطلاق النار، وخاصة أمام انقسام كبير عرفه المجتمع الدولي أمام الجرائم المرتكبة، وحتى أمام ما تعلق بالجنائية الدولية وتحميل المجتمع الدولي وإسرائيل عن أنها سلوكيات تقترب إلى ما تعلق بالإبادة الجماعية. أعتقد الجزائر لم تقصر في هذا الملف، وخاصة أنه رئيس الجمهورية قالها من منبر الجمعية العامة المتحدة أن هناك فشل ذريع لمجلس الأمن في إيجاد حل لقضية فلسطينية. وبتعتقد اليوم ما وقع من إشادة في منظمة التعاون الإسلامي هي يعني لا غبار عليها ولا ينكر إلا جاحد أن الجزائر اليوم تحمل مسؤوليتها بكل أمانة وترمي بكل ثقلها وخاصة بعلاقتها. ورأينا اليوم هناك دعوة غدا إن شاء الله، أعتقد هناك لقاء يعني مغلق مشاورات ما تعلق بالمقابر التي تم اكتشافها في قطاع غزة. أعتقد كل هذا يدخل في صميم المرافعة القوية، وأيضا تعكس أن هناك اهتمام قوي وجاد. قبل ذلك الجزائر رافعت واشتغلت على مسألة عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة رغم الفيتو الأمريكي. أعتقد هذا مما جعل فعلا لا يمكن أن لا يشيدون أعضاء المنظمة التعاون الإسلامي بهذا الدور، وخاصة الجزائر يعني في المقابل يتحمل مسؤولية، لأنه أعضاء منظمة التعاون الإسلامي حملوا الجزائر مسؤولية كاملة من أجل هذه المرافعة، إلى جانب قضايا أخرى ممكن نتناولها. نعم، في النقاش في هذا صدد، نبقى دائما في هذا صدد أيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أستاذ أنيس، عبروا عن تثمينهم وتأييدهم للجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتقديرهم البالغ لعقد مؤتمر لم الشمل كخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي أفضى إلى تبني إعلان الجزائر بتاريخ 12 أكتوبر 2022. قراءتكم في أو من هذه الزاوية؟ إن سمحت لي أستاذ رمزي، قبل أن أجيبك على سؤالك دعني فقط أتمم يعني ما تكلمناه سابقا عن المقاومة، وهو خاصة مكاسب المقاومة في الميدان، والذي كنت قد أشرت نقطة جيدة هنا، وأن مكاسب المقاومة في الميدان واضحة ويمكن أن نؤشر عليها بمعيار واحد. قدرة المقاومة لحد الآن على توجيه ضربات عسكرية محددة ودقيقة يعني نجاح المقاومة ويعني استمرارها في أهدافها. وأعتقد أن هذه من تكتيكات المقاومة، يعني تترك الكيان الصهيوني ربما يعتقد لوهلة أنه قد تم السيطرة على الميدان على مسارح العمليات، ليوجه ضربة استراتيجية إلى خارج قطاع غزة. حتى هذا فيه رسالة تكتيكية مفادها أن المقاومة لا زالت تتحكم في مسارح العمليات داخل قطاع غزة. بالعودة إلى سؤالك حول الدور الجزائري ضمن منظمة
التعاون الإسلامي. الآن كما تفضل وقال الأستاذ، منظمة التعاون الإسلامي هي منبر آخر تستغله الجزائر للمرافعة والدفاع بصدق وبجدع القضية الفلسطينية. من حسن حظ أن القضية الفلسطينية، من حسن حظ طوفان الأقصى أنه تزامن مع تبوء الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن. طيب نعم، وأيضا حتى أعد في سياق أستاذ أنه منظمة التعاون قالت بأنها لم الشمل أو فكرة لم الشمل واعتبرتها كخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتحدثت عن إعلان الجزائر أيضا. أعتقد سيدي أنا ربما لم يسبق لي ولم أذكر من قبل أنه كانت فيه يعني قوة من غير الجزائر قد تجرأت وقد يعني ناقشت موضوع لم الشمل بين بين الفصائل الفلسطينية، لأنه التفرقة الفصائل الفلسطينية هو الرهان الذي لعب عليه الكيان الصهيوني مطولا، وبالتالي جاءت الجزائر وربما وضعت يدها على الجرح وهو لم الشمل، لأنه الآن الوضع يقتضي موقفا موحدا ويقتضي رؤية موحدة لما يحدث ولسبل الحل. أعتقد أن الجزائر قد غطت بجدارة الموقف الدبلوماسي المحيط بالقضية الفلسطينية، وقد غطت بجدارة المقاومة في فلسطين تغطية دبلوماسية، وكان قد تفضل الأستاذ وأشار إلى العديد من المواقف، منها ما أشار بالمبعوث الأمم الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، وشجبه أيضا لسكوت العالم والكتلة العربية أيضا حول ما يحدث في غزة. الآن الجزائر قد أكسبت كخلاصة أو كحوصلة لما تم التطرق إليه سابقا، الجزائر قد أكسبت القضية الفلسطينية زخما لم تكن تكتسبه في السابق، حتى أننا نرى الآن العالم الغربي الذي كان مؤيدا للولايات المتحدة الأمريكية والذي كان مؤيدا لهذا الكيان الصهيوني أصبح الآن يميل إلى القضية الفلسطينية، حتى أن الجزائر وضع هذا العالم أمام الأمر الواقع، وهذا ما يعبد الطريق في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أستاذ رابح، الخطوات الجزائرية بشأن القضية الفلسطينية متواصلة ولن تتوقف ولم تتوقف أبدا. نصرة المستضعفين والمظلومين هي من مبادئ الجزائر التي لن تحيد عنها، ليس كذلك أستاذ رابح؟ نعم أخ رمزي، حتى نضع المشاهد الكريم على أنه المبادئ الصلبة التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية من عدم دخل شؤون داخل الدول، منصة القضاء العادلة، والحلول السياسية للأزمات بعيدة عن لغة السلام، أعتقد هذه المبادئ التي زادت من احترام الجزائر، وخاصة أن الجزائر لما أصبحت اليوم محل انزعاج كبير بعض القوى الإقليمية، وهذا يؤكد على صلابة الموقف الجزائري وسلامة الموقف الجزائري. نعم، هذا التمسك بهذه المبادئ الصلبة هو الذي جعل الجزائر تحتل هذه المكانة الكبيرة، وما تصويت أغلب 180 دولة على عضوية الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لا هو انعكاس وترجمة لهذه المكانة الدولية، دون أن ننسى أخذ رمز أنه مع العودة القوية للجزائر الساحة الدولية في إدارة الأزمات الإقليمية، في خاصة المرافعة كم من مرة دون نذهب بعيدا في ديسمبر الماضي، يعني مسار وهران لتعلق بلقاء الأفارقة، لأنه جدا اليوم الجزائر ودولة موزمبيق والدول ساليون الآن ممثلين في الدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي لتوحيد الرؤى والمرافعة على الصوت الإفريقي أمام القوى الكبرى عن سواء مجلس الأمن الدولي. كل هذا أعتقد هو الذي جعل اليوم الجزائر في أحسن رواق، وخاصة أنها ترافع القضية العادلة ولا يهم أي شيء، وخاصة قالها ممثل الجزائر كعدة مرات، وقال أيضا وزير خارجية من منبر مجلس الأمن الدولي أنه نرافع القضية الفلسطينية وليس لنا أي أطماع في هذه أي شيء، وهذا الذي زاد من ثقة الجزائر. واليوم الأعداء وحتى القوى الكبرى تحترم الجزائر لأنها بقيت صامدة ومتمسكة وثابتة مواقفها، وهذا أيضا في طبيعة الحال يزيد من مكانة الجزائر، وحتى أيضا الحاجة إلى الجزائر في ألعاب أدوار متقدمة في حل أزمات مثل ما لعبت في السابق في كوسيط وكدور لها مفاوض في كثير من الأزمات الإقليمية والدولية. طيب، ونبقى دائما في مخرجات قمة بانغو التي رحب فيها قادة الدول الإسلامية بانعقاد الاجتماع التشاوري الذي جمع بتونس يوم 22 أفريل الماضي كلا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. أستاذ أنيس، كيف نقرأ هذا الترحيب؟
أعتقد أنه هذا الترحيب هو جاء كنتاجا لدبلوماسية نشيطة، لأنه هذا الترحيب وهذا الاتفاق مرده لابد أن ننظر إلى السياقات التي جاء فيها وإلى العمل الدبلوماسي المكثف للجزائر لتقريب وجهات النظر لدول المنطقة خاصة تونس وليبيا والجزائر. وبالتالي دائما ما نرجع ونقول أنه العمل الدبلوماسي الحثيث والمدروس هو الذي يسبق أي قرار وأي اتفاق. الاتفاق هو تحصيل حاصل، وهذا ما تبنته الجزائر. أعتقد أنه ما ساعد الجزائر في الوصول إلى أهدافها هو ذلك الإرث الدبلوماسي، أقول جيدا الإرث الدبلوماسي الذي توارثته عبر الأجيال منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وحتى قبل الاستقلال. هذا الإرث الدبلوماسي الذي يقوم على ثوابت واضحة، على ثوابت غير قابلة للتناقض، غير متناقضة، يعني على ثوابت أيضا تتطابق مع النظرة الأممية، نظرة الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتسوية الأزمات ولتسوية الأزمات في شتى مناطق العالم. أعتقد أن هذه المبادئ الثابتة التي أيضا كانت تطرق إليها إلى بعض منها الأستاذ هي التي جعلت الجزائر في الموقف الصحيح للمرافعة حول القضايا العادلة في العالم. وغالبا ما كانت الجزائر دولة مطلوبة للتدخل في إطار أو الوساطة وفي إطار المساعي الحميدة لحلحلة مختلف النزاعات في العالم. أعتقد أن هذا الإرث الدبلوماسي الجزائري الذي يؤسس له هذه المبادئ الراسخة والصامدة وأيضا المدروسة التي لا يشوبها أي تناقض ولا يتشوبها أيضا أي مصلحة شخصية أو أي رغبة في تأجيج النزاعات في مكان أو مكان ما من العالم كما تفعل بعض الدول الوظيفية الأخرى. طيب أستاذ رابح، البيان الختامي الذي توج أشغال هذه القمة الإسلامية نوه بالإرادة المشتركة لقادة الدول الثلاث لتكثيف التشاور والتنسيق من أجل تدعيم مقاومة الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة. أليس هذا ما كانت تحتاج إليه منطقة شمال إفريقيا خاصة في ظل توترات تعرفها هذه المنطقة؟ أم هو صحيح، وخاص أنه ما صار اتحاد المغرب العربي يعني تم وأده إكلينيكيا يعني في مهده، وخاص أنه مع تعنت المملكة المغربية والنظام المخزني على عدم الدفع بالاتحاد المغربي المغرب العربي لأن يكون له أدوار متقدمة إقليمية، وخاصة في ظل التكتلات كل عالم اليوم، كل دول العالم اليوم تتكتل فيما بينها من أجل جعل الجسم المغربي أو الجسم العربي أو الإقليمي ذو مناعة داخلية ويرافع أجل صوت واحد. أعتقد أمام هذا الركود، أمام هذا الموت أعتقد أو النهاية الاتحاد المغرب العربي، أعتقد اليوم هذا اللقاء الثلاثي يعتبر نقطة قوية ومنعطف كبير في إطار تحريك العمل المغاربي. وبالمناسبة أعتقد اليوم هذا وقال رئيس الجمهورية ورئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه لا يقصى أي طرف، لأنه مفتوح لانضمام أي طرف آخر لمستقبل لهذا اللقاء التشاوري، لأنه لا ننسى اليوم الحدود أو الذي يربط بين الجزائر وليبيا وتونس شارط حدود كبير جدا، وخاصة في النشاط الجماعات الإرهابية، الهجرة غير الشرعية، نشاط الخلاء النائمة، كل هذا أعتقد يجعل من المصلحة الأمنية أو البعد الأمني هو الذي يعني في المقدمة إلى جانب البعد الاقتصادي. لأنه مهما كان اليوم أعتقد المقاربة الاقتصادية حاضرة بقوة ما بين الدول الثلاث، وخاصة في وجود مقاربة تنشيط المناطق الحدودية. والجزائر اشتغلت، قال الجمهوري أنه سيشتغل في ممكن في إطار 27 لتنشئة 5 مناطق حدودية مع دول الجيران، كان آخرها مع موريتانيا أعتقد كان نقطة أولى في إطار مناطق حرة. أعتقد أيضا الآن هناك تبادل تجاري ونشاط تجاري ما بين الجزائر وتونس، الجزائر وليبيا، وحتى بين ليبيا وتونس. أعتقد في كل هذا الهدف من ذلك هو وخاصة أن الجزائر تصدر الاستقرار. الجزائر اليوم ليس لها أي أطماع كما قبل الأستاذ أي أطماع في أي قطن عربي جيران، وفي المقابل بالعكس الجزائر ترمي بكل ثقلها لأن تساعد الأشقاء الليبيين من أجل إحلال المصالح الوطنية. ونحن نعني اليوم نتمنى للجسم الليبي أيضا أن يلملم يعني طرفه الداخلية، لأنه أهم شيء اليوم حتى يكتب للنجاح لهذا اللقاء التشاوري وهذا الآلية الجديدة، ممكن نقول أنها ممكن نتوقع أنه يكون آلية جديدة في إطار العمل التنسيقي. ورأينا بعد اللقاء وهذا واضح من خلال اللقاءات الثنائية بين ورأينا بعد اللقاء يعني انعقاد اللقاء في الجزائر جماعة أعتقد وزارة الري يعني للبحث في مسألة السدود، وهو يعكس أنه هناك إرادة فعلية وحقيقية. وننتظر أن تترجم هذه اللقاءات التشاورية وخاصة ما يخدم المواطن المغاربي، المواطن الجزائري والتونسي الليبي، حتى يحس المواطن فعلا أنه هذا التشاور وهذه اللقاءات وهذا التعاون يترجم فعليا في قطاعات كثيرة، وخاصة نتقاطع
وقعوا مع إخواننا التونسيين وإخواننا الليبيين أواصل التعاون والأخوة وروابط الدينية والتاريخية في إطار المصلحة العامة، وكما قلت قبل قليل لما لا ولهذا الدفاع. منظمة التعاون الإسلامية اليوم أشادت بهذا اللقاء واعتبرته لقاء ناجح لأن فيه مخرجات حقيقية ستجسد في الميدان. نعم حقيقية، وخاصة أنه يجسد تعاون أمني بامتياز ويجسد مناعة للمنطقة، وهذا الآن ما نحتاج إليه في المرحلة الحالية في وجود انقسامات كثيرة في وجود كيان صهيوني في المنطقة. دون أن ننسى اللعب الذي يلعبه مع الكيان المخزني مع النظام المخزني للتشويش على كل مبادرات، ورأينا بالمناسبة كما قلت قبل قليل هناك من يشوشون على هذا اللقاء لأنهم لا يعجبهم الاتحاد، لا يعجبهم التشاور، وخاصة في وجود دول مؤمنة في وجود إرادة سياسية حقيقية تترجم هذا اللقاء الثلاثي ما بين القادة المغاربة. وتم ذلك من خلال اجتماع ومخرجات قمة بنغول. إذن الرغبة في تعزيز التعاون وتبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات ولا سيما حول ظاهرة الإرهاب والتجار بالبشر وبكل أنواع المخدرات والجريمة المنظمة التي تهدد أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا وبما يصب في مصلحة شعوبها كما تحدث قبل قليل أستاذ رابح. في ظل هذا الترحيب من قبل المشاركين في القمة أستاذ أنيس، هذه القمة الإسلامية هل نفهم بأن بوادر نجاح هذا أو هي بوادر نجاح هذا الاجتماع؟ في الحقيقة سيدي أن بوادر نجاح هذا الاجتماع هي ظاهرة، ولكي أعود أيضا كما لما قال عطفا على ما قال الأستاذ أن هذا الاجتماع هو في الحقيقة هو بداية لمحاولة إيجاد آلية تعوض ركود اتحاد المغرب العربي. نعم. وبالتالي أعتقد أنه هو من منظور مركب الأمن الإقليمي ومن منظور الاشتراك في التهديدات بين دول خاصة تونس الجزائر وليبيا، وحتى أنه المجال مفتوح أيضا لدول أخرى. الجزائر دائما لا تغلق المبادرات في خاصة في وجوه الأطراف المعنية. وبالتالي أعتقد أنه هي الآلية هي تندرج في إطار إيجاد آلية تنوب عن المغرب العربي وتؤدي ربما المهام التي كانت من المفروض أن يؤديها هذا الكيان، خاصة وأن التحديات المقبلة وطبيعة التهديدات الموجودة حاليا هذه التهديدات لا تمثلية إن صح التعبير، وهذه التهديدات الجديدة التي قد تتعدى خاصيتها عابرة للأوطان التي تقتضي تضافر جهود كل الدول المعنية، وخاصة وأنه أنا أيضا يعني تشدني نقطة أخرى أيضا أنه الموافقة الطرف الليبي للانضمام إلى 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 هذه المبادرة هو دليل آخر على قوة الدبلوماسية الجزائرية، خاصة مع الحساسية التي يعيشها يعني المظهر السياسي الليبي، ووقوف الجزائر على نفس مع في نفس المسافة مع جميع مع أطراف فرقاء النزاع مع جميع الأطراف أدى بقبول ليبيا بالدخول إلى هذا التعاون الإقليمي. وبالتالي الآن الجزائر مقاربة الجزائر في مواجهة هذه التهديدات هي مقاربة جد ورشيدة، تعتمد أولا في جانبها السياسي على توحيد وجهات النظر، وتعتمد أيضا في جانب الاقتصادي على التنمية كمرادف للأمن. وبالتالي كل هذه المقاربات تحاول الجزائر أن توظفها في آلية جديدة ربما. ولهذا لقيت الترحاب من في مخرجات قمة منظمة التعاون الإسلامي اليوم. أستاذ رابح، أن يكون لدول شمال إفريقيا صوت موحد ومسموع، وهذا ما جاء في البيان الختامي لقمة تونس في 22 من أفريل الماضي، ألا تعتقد بأن ملامح قد بدأت تظهر من خلال هذه القمة الإسلامية والتي رحبت بها أو بهذه المخرجات؟ نعم، وهذا يعكس فعلا أنه اليوم ما تم إنجازه من خلال قمة تونس هو يعني عين العقل وعين الرشادة، من خلال فعلا هذه الدول تبحث حقيقة على عمل وحدوي، عمل تضامني، عمل مشترك من أجل تبادل الخبرات، من أجل تعزيز المنع داخل كما قلت قبل قليل، من أجل إكساب الخبرات وخاصة للمرافعة القوية. ونحن اليوم نعلم جيد أنه مثلا ما يكمل الجزائر تكمله تونس، وما يكمله تونس يكمله ليبيا، وخاصة في وجود ممكن اختلاف فيما يتعلق بالبولي
البنيه التحتيه، ما تعلق ببعض النشاطات الاقتصاديه وغيرها من اوجه الحياتيه للمواطن المغربي في الجزائر وتونس وليبيا. اعتقد كل هذا ايضا سيحفز ممكن دول اخرى الانخراط وحتى ممكن خارج المغرب العربي في قاره اخرى في اسيا في المشرق العربي وغيرها من التجمعات البشريه في اطار التعاون الاسلامي ان تسعى وتشكل من خلايا او تكتلات او تحالفات اقليميه ثنائيه ثلاثيه، والاهم في كل ذلك حتى نضمن الصوت الواحد والصف الواحد ولا نضع اي مجال للتفرقه ودخول فواعد اجنبيه. لأنه راينا لما يدخل العامل الخارجي راينا كيف تكون الامور، والتجربه الليبيه اليوم لا تزال تراوح نفسها لوجود فواعد خارجيه تؤجج الوضع وبعيدا لايجاد تصالحات وحلول سياسيه. وهذا ما يدل على ان التحركات الدبلوماسيه الجزائريه حثيثه، وهذا يعكس فعلا ان الجزائر لم تتخلى ولن تتخلى. قال عدة مرات رئيس الجمهورية وحتى في منابر إقليمية ودولية أن الجزائر لديها تسعى وتمد يدها لكل طرف من أجل أي حل سياسي بعيد عن بيادق السلاح ورواد السلاح. ورأينا المقارنة الجزائرية المتعلقة في النيجر وفي مالي وفي غابون على أنه كيف رافعت أن النيجر ضد تدخل أي عسكري في النيجر لإيجاد حل الأزمة، وهذا يؤكد فعلا قوة وسام الطرح الجزائري. لأنه كلما كان هناك ولوج للسلاح والعنف في حل أي أزمة زاد تشتيت الوضع وزاد تعميق الأزمة، وخاصة في ظل أنه منطقة الساحل يعني غنية بالأزمات والمشاكل متعلقة بالظاهرة الإرهابية متعلقة بالتجارة غير الشرعية. فما أدراك أنه يتم إيجاد حلول سياسية بلغة السلاح. وهذا يؤكد أنك ما قلت قبل قليل رمزي أن المقاربة الجزائرية في دبلوماسيتها واضحة المعالم من أجل المرافعة القوية لمصلحة الجسم ومناعة الجسم الإفريقي ككل. شكرا جزيلا لك الأستاذ رابح العروسي أستاذ علوم السياسة والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا أيضا لك أستاذ أنيس بوقيدر أستاذ علوم السياسة والعلاقات الدولية على حضورك معنا. وأيضا الشكر موصول للأستاذ واصف عراقات الخبير العسكري والاستراتيجي الذي كان معنا في بداية الحلقة من رام الله. مشاهدي الأفاضل بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة من حديث الجزائر. شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.